فوالا البنات، من جديد جيت نعمل لكم الجزء الثاني ديال الشوربه ديالنا، اللي هي يا كيف قلت لكم، من بعد ما فقدت الوزن ديال 20 كيلو، هادو هما القطنيات اللي الذات ديالنا كتحتاجهم من بعد ما يعني كطيب وكتسالي. ها كيفاش كتولي، فيها الحلبة، فيها العدس، فيها الفول، فيها الشوفان، فيها البلبولة، فيها يعني ملي كندخل من الخدمة نركز على واحد الحاجة البنات، وهي خصها تكون خفيفة، خص يبقى فيها شوية ديال داكشي. علاش هانتوما كتشوفوا فيها، خصها تبقى خفيفة وتبقى على برا. الملح البنات ما زدتها، حتى ملي بغيت نرمي داك الكاس ديال الشوفان عاد باش زدت الملح، على ود الملح هي كتعكس لينا القطنيات، كتقصحهم لينا شويه في الاول. انا حتى كان يطيبوا القطنيات ديالي عاد باش كنزيد عليهم الملح. واللي بغى المذاق اكثر البنات يزيد العطريه، انا هاد العطريه كتكفيني اللي عملتها، وثقوا بيا هاد الوجبه بالنسبه للناس اللي فقدوا الوزن بحالي صحيه. عملت لكم الجزء الاول وهذا الجزء الثاني، على ود وقع لي واحد يعني واحد كيف كنقول واحد المشكل في الكاميرا، قلت معليش نعمل لكم الجزء الثاني. بين ما الشوربه ديالتنا ها هي هي، على ود بزاف بزاف ديال الناس اللي صيفطوا لي قالوا لي حليمه واش كتاخدي دي فيتامين من الصيدليه، واش كتاخدي كناخد المكملات الغذائيه اللي هي طبيعيه وهم القطنيات. انا عندي بزاف البنات مع القطنيات والحمد لله. كيف قلت لكم مشيت عملت التحاليل، وعملت التحاليل دو ا ازيد وما لقاو عندي حتى حاجه، بالعكس الطبيب ديالي فرح وابتسم قال لي ملي فقدتي 20 كيلو الذات ديالك يعني لا الكوليسترول ولا الملحه ولا السكر، ولا عندك لي بون تخيك اللي هما في الدم ديالك. عندي السكر اللي الذات ديالي محتاجه ليه، عندي الكوليسترول اللي الذات ديالي اللي محتاجه ليه، اللي هو مزيان ماشي خايب. لهذا جيت نقاسم معكم هذه الوصفه، وكنقول لكم اليوم في الليل ان شاء الله غادي نحط لكم لا فيديو ديال حب الشباب، واسبوع الجاي ان شاء الله غادي نحط لكم لا فيديو ديال تساقط الشعر، وغادي نتشوفوا في واحد لا فيديو ان شاء الله اللي غادي تدخلكم حتى هي اللي كنشكركم على التضامن ديالكم معايا، وغادي نخليوها الوقيته اللي غادي نكون فيلمي لكم فيها. البنات الجزء الاول غادي تشوفوه، هذا الجزء الثاني، وكنصحكم بهاد الوصفه اللي هي يا ما نقولش لكم ديال الناس ديال الجبال دوك اللي صحاح ما كياخذوا لا دواء لا لي زانتيبيوتيك لا والو. انا الحمد لله هادشي كناكلو من زمان هو اللي جعلني بقيت محتفظه على البشره ديالتي، على الذات ديالي، على 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 ود البنات، العنايه داخليا وخارجيا. ماشي نمشيو ناكلوا ماكله الزنقه ولا ناكلوا اي حاجه ونقولوا نعملوا الكريمات ولا نعملوا الوصفات الطبيعيه وخصها تعطينا نتيجه. العنايه داخليا وخارجيا، كنقول لكم حقكم في الجنه من جديد. غادي نخليها تتبرد وناخذ منها زليفه ونعمل عليها شويه ديال زيت العود، وبالصحه والراحه وحقكم في الجنه. السلام عليكم.